اهلا بكل مشاهدين برنامج يوم سعيد. النهاردة القمر موجود في برج التور لغاية الساعة 7:10 بالليل، فده يعتبر طول اليوم الحظ بيحالف مواليد الابراج الترابية اللي هم مواليد برج التور ومواليد العذراء والجدي. بس طبعا برضو في ناس هينوبها من الحظ جانب، مش بس الأبراج الترابية اللي عندهم حظ، يعني أشوف أنه إن شاء الله هيكون في ناس تانية معهم حظ، خصوصا أنه في اليوم ده كمان عطارد بيسيب يعني برج السرطان وبيتنقل لبرج الأسد وبيبدأ يدي حظوظ كويسة لمواليد الأبراج النارية كمان. فهنقول لكل برج إيه الحاجات اللي يحاول يستفيد بيها وكمان ياخد باله من ايه. نبدأ ببرج الحمل، وبالنسبة لمواليد الحمل بشوف انه القمر في المنزل الثاني، فالتركيز مش احسن حاجة بالنسبة لكم يعني في اليوم ده، فانتم محتاجين انكم تراجعوا كويس كل خطوة بتعملوها قبل ما تنفذوها عشان ما تقعوش في اي اخطاء تتسبب ليكم في خسائر. في الفلوس كمان مهم جدا تراجعوا كويس حساباتكم عشان يعني برضو التسرع وعدم التركيز ممكن يخليكم تغلطوا في الحسابات، كمان بتميلوا للتبذير جدا، فحاولوا تفرملوا مصاريفكم وتسألوا نفسكم هل ده يعني قراراتكم الشرائية دي ضرورية ولا لا. نروح بعد كده لبرج التور ومواليد التور. عندكم القمر موجود في برجكم، فبيديكم مازال القمر في برجكم وبيديكم منتهى السحر والجاذبية. ويعني بشوف برضو انه مواليد برج التور عندكم تأثير هايل على كل اللي حواليكم، تعرفوا تفرضوا ارادتكم ورغباتكم بذكاء، ففي الشغل تعرفوا تمشوا الدنيا في الاتجاه اللي انتوا عاوزينه، وفي البيت كمان هتعرفوا تمشوا الدنيا في الاتجاه اللي انتوا عاوزينه، وكمان في مع الجنس الاخر تعرفوا تلفتوا الانظار ليكم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء ومواليد الجوزاء. عندكم القمر في مازال في منزل الصحة السلبي، فده بيخلي طاقتكم أقل، محتاجين في اليوم ده تاخدوا وقت كافي من الراحة وما تهملوش أي عارض صحي تشعروا بيه. ويعني مهم كمان انكم تبقوا عارفين ان الطاقة مش كبيرة، فنظموا جهودكم وأولوياتكم وما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. نروح بعد كده لبرج السرطان ومواليد السرطان. القمر عندكم في وضع داعم يعتبر طول اليوم، فتقدروا في اليوم ده انكم لو بدأنا بالناحية المهنية هنلاقي انه يوم هايل لتنمية اعمالكم او مشاريعكم، لو عندكم مشاريع خاصة، ولو انتوا في وظيفة برضو عندكم تفاهم حلو مع الزملاء ومع الرؤساء في الشغل. كمان يعتبر يوم حلو في التعامل مع الأصحاب، وتعرفوا تلاقوا أصحاب مخلصين بيقفوا جنبكم ولو بنصايح مخلصة. نروح بعد كده لبرج الأسد ومواليد الأسد. القمر في وضع معاكس معاكم، فلازم تاخدوا بالكم مواليد الأسد في اليوم ده انكم تشتغلوا بدقة، رغم انه عطارد هيدخل العصر كده على الساعة 4:10 العصر، عطارد بيدخل برجكم فبيبدأ يديكم يقظة أكتر وسرعة بديهة وحسن تصرف، بس برضو بما أنه القمر في وضع معاكس يبقى لازم تحافظوا على الدقة في شغلكم، وعطارد هيدخل العصر فطول اليوم أنتوا تاخدوا بالكم عشان ما تقعوش في أخطاء تتمسك ضدكم. كمان مواليد الأسد مهم أنكم تنظموا أفكاركم وأولوياتكم عشان تعرفوا تتغلبوا على أي شعور بالتشتت قدام ضغط في الشغل. نروح بعد كده لبرج العذراء ومواليد العذراء. عندكم اليوم هايل على كل الأصعدة، فتقدروا مواليد العذراء أنكم تزودوا معلوماتكم ومعرفتكم، عندكم تركيز حلو وده هيساعدكم انكم تعملوا تطور او تحصلوا معلومات اكتر وتعملوا تطور في مستواكم
المهني كمان في السفر، اي شيء له علاقه بالسفر هتكونوا موفقين فيه. لو عايزين تعملوا رحله او سفر شغل او فسحه هتكونوا ان شاء الله موفقين. لو بتحجزوا اي حاجه ليها علاقه بسفر برضو هتكونوا موفقين في اي ترتيبات لسفر. لو شغلكم بيتطلب تعاون مع الخارج برضو ده يوم هايل للتعاون مع الخارج ويكون مثمر. ده بالنسبة لمواليد برج العذراء. نروح لبرج الميزان ومواليد الميزان. القمر عندكم في وضع داعم ليكم في الفلوس، تقدروا في اليوم ده انكم تديروا الأمور المالية بحكمة أكتر، وتعرفوا تاخدوا قرارات سليمة في بيع أو في شراء. وكمان يوم حلو في تخليص الأمور البنكية، ممكن تتم بصورة أسرع وأسهل. لو بتطلبوا كارد، لو بتخلصوا إجراءات كارد، أو بتاخدوا قرار في أوعية ادخارية بتاخدوا يعني تحطوا فيها فلوسكم، كل ده تقدروا تاخدوا فيه قرارات سليمة. وكمان عندكم رؤية أوضح لمستقبلكم، وبالتالي تعرفوا أنكم تخططوا بشكل أفضل لمستقبلكم. نروح بعد كده لبرج العقرب ومواليد العقرب. القمر مازال في مواجهة برجكم، بيخليكم يعني مش مركزين وفي نفس الوقت بتميلوا للعصبية، فلازم تاخدوا بالكم انه يوم مش مناسب للمغامرة على كل الأصعدة. فالقرارات المصيرية يعني يفضل ما تتخذش ابدا في اليوم ده، توقيع الأوراق والعقود، القرارات المهمة في بيع او في شراء، كل ده يعني تاخدوا بالكم تدرسوا كويس قوي كل قرار انتم مقدمين عليه. في الحركه وفي السواقه كمان مهم تتحركوا بالراحه وتسوقوا بالراحه حفاظا على سلامتكم. نروح بعد كده لبرج القوس ومواليد القوس. عندكم القمر في وضع داعم ليكوا في الشغل، فيوم هايل تقدروا تثبتوا نفسكم فيه. وكمان عندكم اصرار انكم تنجزوا شغلكم على أكمل وجه وتقوموا بالواجبات اللي عليكم عموما على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. كمان في اليوم ده مواليد القوس عندكم قدرة أنكم تنظموا جهودكم بشكل أفضل وتوظفوها في اتجاه سليم. نروح للجدي بعد كده ومواليد الجدي. القمر عندكم في منزل الحب وممكن يساعدكم انكم تحسنوا التصرف في الحياة العاطفية، رغم انه فينوس في مواجهة برجكم بيخليكم عرضة لسوء تفاهم زي ما قلنا قبل كده، لكن مع وجود القمر مازال النهاردة في برجكم بيساعدكم انكم تلاقوا حلول لأي أزمات عاطفية. ولو عندكم أولاد برضو هو يوم هايل للتواصل بصورة أفضل مع أولادكم. وفي الشغل كمان عندكم فرص أنكم تثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه، تحصلوا على التقدير في المقابل. نروح بعد كده لبرج الدلو ومواليد الدلو. القمر في وضع معاكس معاكم عائليا واجتماعيا، فبرضو يعني مازال عندكم حساسيتكم اكتر من اللازم، ممكن تتسرعوا في الغضب، فحاولوا انكم تتأنوا في انفعالاتكم، وقدام اي استفزاز حاولوا تكونوا متماسكين علشان بس اليوم يعدي بسلام. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. طول اليوم القمر في منزل العلاقات، بيساعدكم انكم يعني تديروا كل علاقتكم باللي حواليكم بلباقة، وعندكم لباقة ودبلوماسية وحسن تصرف في كل المواقف المفاجئة. لو عايزين تعملوا اي لقاءات مهنية مهمة هتكونوا موفقين، تعرفوا تبرزوا مواهبكم. كمان عندكم قدرة على الإقناع تساعدكم تقنعوا أي حد باللي انتوا عاوزينه إن شاء الله. وإن شاء الله يكون يوم حلو على كل الأبراج، وبكرة فيديو جديد ويوم سعيد.